بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، معكم أحمد حسن. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع من الموضوعات المهمة جدا في عالم النتوركينج. صراحة أنا لما جيت بصيت عن الموضوع دوت، الإخوة المهندسين جزاهم الله خير ما قصروش في أي موضوع من مواضيع النتورك، سواء داتا سنتر أو سواء راوتينج سويتشينج أو سكيورتي أو كولابريشن وهكذا. ولكن في بعض المواضيع المهمة جدا صراحة ما لقيتش حد بدأ يشرح فيها، وصراحة الموضوع دوت افكتيف جدا عندك في النتورك، خصوصا لو انت بتشتغل على انتربرايز ليفل وعندك برانشز كتير جدا موجودة مثلا ومربوطة بالهيد كوارتر الموجود عندك، وبرضه لو انت عندك دي ار او داستر ريكفري سايت وفي ريبليكيشن بيحصل كل يوم، او في اوبريشن بتتم او داتا او ترافيك بتوين الهيد كوارتر و الدي ار سايت بتاعك. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله اللي هو الوان اوبتمايزيشن. صراحه هي تكنولوجي مش جديده، ولكن جديده لبعض الناس، وناس كتير جدا ما تعرفش حاجه عن التكنولوجي دي. فحبيت ان انا ابتدي كورس صغير خالص حوالي 4 أو 5 ساعات بيتكلم على الوان اوبتمايزيشن، وهبقى فيندور سبيسيفيك شويه لان في الابلاينس او في فيندور انا اشتغلت معاه فعلا واشتغلت اوبريشن مع المنتج دوت، وهو الريفر بيد ستيل هيد. ده يعتبر البرودكت اللي انا اشتغلت معاه، وهبدا ان شاء الله اشرحه في خطوات ان شاء الله مبسطه، و اتمنى ان شاء الله ان الكورس باذن الله يعجبكم، ونبدا مع بعض في المحاضره بتاعتنا. تمام، طيب تعالى كده نبتدي من الاول خالص، نتكلم على البيزنس، نتكلم على ايه اللي بيحصل دلوقتي في البيزنس على الليفل الميديوم سايز وعلى مستوى وعلى الليفل بتاع الانتربرايز سايز. صراحة ان الناس او الانتربرايز ليفل بدأوا يعتمدوا بشكل كبير جدا على البيزنس ابليكيشن. تمام، اقصد بكلمة البيزنس ابليكيشن هي هنا اللي هي مثلا زي السي ار ام سوليوشن، زي الاي ار بي سيستم وهكذا. طبعا البيزنس ابلكيشن ان المشكله بتاعتها اللي انت طبعا لو انت بتعمل ببلشنج اون بريم او ببلشنج اوفر كلاود، اللي انت بتبدا تببلش الابلكيشن ديت سواء بتعمل لها ببلشنج اون بريم في الداتا سنتر بتاعتك، وتبدا كل البرانشز الموجوده تبدا تكونكت على الداتا سنتر اللي موجوده. يعني نفترض انت عندك مثلا الهيد كوارتر بتاعك اللي هو فيه الداتا سنتر، وعندك 20 برانش. ال 20 برانش دول طبعا كلهم بيتصلوا بالداتا سنتر بتاعتك عشان يبدا يعمل كوميونيكيت ويبدا يعمل براوزنج للبيزنس ابلكيشن بتاعتك. في عندنا مشكله جامده جدا ان كل ما تكتر البيزنس ابلكيشن اللي موجوده، كل ما بقى الموضوع كومبلكس شويه في الترابل شوتينج، كل ما بقى مظهرت نيدز جديده اللي انت عايز تعمل اوبتمايز للترافيك اللي بيحصل دوت، وخصوصا لو انت كان عندك عدد يوزر كبير على الانتربرايز ليفل ممكن يوصل عدد يوزر 20 و30 ألف مثلا. تمام، ده يعتبر يعني الانتربرايز ليفل الصغير. احنا عندنا في شركات عملاقه صراحه عدد الامبلوي فيها ممكن يوصل ل 100 ألف و200 ألف امبلوي. يعني عايزك تتخيل ان كل دول في نفس الوقت at the same time بيعملوا اكسسنج للببلشت ابلكيشن اللي موجوده عندك في اللي موجوده في الداتا سنتر. طبعا ما بيبقاش فيه وان داتا سنتر، بتبقى ديستريبيوتد داتا سنتر على 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 بلاد مختلفه، في بلاد مختلفه، او مثلا على لوكيشن مختلفه وهكذا. ولكن القصه من الموضوع يعني اللي احنا بنقول ان الناس فعلا على مستوى الانتربرايز ليفل وعلى مستوى الميديم ليفل بداوا يعتمدوا على البيزنس ابلكيشنز. تمام، طيب الموضوع الثاني، احنا في عندنا القصة بتاعت الـ increasing consolidation of IT. تمام، كل الناس بدأت الـ attitude بتاعها يبقى بيتجه للـ lower cost أو الـ easier to manage. الـ lower cost يعني إيه؟ اللي انت عايز تخفض أي كل التكاليف بتاعتك على قد ما تقدر. يعني مثلا لو انت واخد مثلا خط leased line، نفترض مثلا انت واخده 1 ميجا أو 2 ميجا، نفترض مثلا انت واخده حوالي 5000 جنيه أو 10000 جنيه. لو انت تعرف تقلل الباندوتس بتاعه يبقى 512 at the same function at the same
بيرفورمانس، يبقى طبعا كده انت نجحت كويس جدا ان انت تعمل الكوست ريدكشن، ان انت تبدا تقلل الكوست بتاعتك، تمام، وهكذا. دي بالنسبه ده احد الامثله لموضوع الكوست ريدكشن. موضوع الايزر تو مانج اللي هي الفريندلي جوي، اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس، الناس فعلا بدات تعتمد على الابلاينسز او بدات تعتمد على السوليوشن اللي هي بقت تبقى ايزي تو مانج، تمام. ما بقاش الموضوع زي الاول. يعني انا افتكر في البروجرامينج لما كنا بنشتغل، لما كنت بشتغل بروجرامينج زمان، كان الموضوع ليتل بيت كومبلكس، يعني كان الموضوع كومبلكس شويه. كان تبدا تعمل كود بايدك، وتبدا تعمل كودينج، وتبدا تعمل اوبجكت اورينتد، والكلام ده طبعا الكلام ده كله مش موجود دلوقتي. انت دلوقتي لو هتشتغل مثلا في بي 2016 او الاديشنز بتاعته، انت تقريبا شبه ما بتعملش كودينج ولا بتعمل اوبجكت اورينتد ولا الكلام ده كله، تمام. فبدات يعني بدا البيزنس او بدا الناس اللي موجوده في البيزنس تبدا تبص على اللور كوست والايزي تو مانج سوليوشن، تمام. في نفس الوقت الناس بدات تتكلم جدا على موضوع الجارانتيد داتا بروتكشن. الناس عايزه تبروتكت الداتا بتاعها. لا، ده الناس مش عايزه تبروتكت بس، لا ده الناس عايزه تضمن ان الداتا بتاعتها فعلا حصل لها بروتكشن، ما حصلش ليك في الانفورميشن، ما حصلش اي تسريبات من جوه الانفايرمنت او الكلام ده كله، تمام. طيب الحاجه الثالثه بتاعتنا، بدات البيزنس فعلا يتجه لموضوع الانكريزنج ديستريبيوشن اوف اورجانيزيشن، تمام. وده صراحه حاجه طبيعيه جدا في الانتربرايز ليفل او الانتربرايز بيزنس. انتربرايز بيزنس بيبقى عنده لوكيشنز كتيره جدا، ومش شرط تكون اللوكيشنز ديت موجوده في مكان جيوغرافيكال واحد. يعني انت ممكن يبقى عندك مثلا فرع في السعوديه، عندك فرع في الامارات، عندك فرع في الكويت، في عمان، وهكذا. وعندك مشكله طبعا الليتنسي، وعندك مشاكل كتير جدا. كل ما بتبدا تعمل اكسباند للنتورك بتاعتك، بتبدا تظهر بقى المشاكل، وتبدا تبان المشاكل بتاعت النتورك المعروفه الليتنسي والحاجات دي كلها، تمام. هو هنا في احصائيه بيقول لك ان 67 من الامبلي، صراحه انا مش 67، الموضوع يعني مور ذان 80% من الناس بدات تشتغل من لوكيشنز مختلفه. وبدا موضوع تاني يظهر، موضوع الجلوباليزيشن، ان انت تعمل جلوبال للكلاينتس، وجلوبال للبروجكت بتاعتك، وجلوبال للاوفيسز، وهكذا. تبدا تعمل جلوباليزيشن للحاجه اللي موجوده عندك. طيب تعالى بقى نتكلم على بعض الشالنج الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. يعني مثلا نفترض موضوع اللي انت لو هتعمل ديستريبيوتد اوفيس، ولو انت هتعمل مثلا تشتغل على لوكيشن مختلفه، وعندك لوكيشنز كتير في البيزنس بتاعك، طبعا في شالنجز كتير هتبدا تظهر لك. من ضمن الشالنج ديت اللي انت الموضوع بيبقى كوستلي، يعني في عندك كوست بتبقى عاليه بالنسبه للانفراستراكشر ابجريد، زي مثلا موضوع السيرفرز، زي موضوع الباندوتس، الستوريج بتاعتك، تمام، الامبلمنتيشن، يعني كل ده تحط في الحسبان وانت بتعمل اكسباند لللوكيشن اللي موجوده. تشالنج تاني موجود موضوع اليوزر موتني والمواضيع دي كلها، بمعنى ان فعلا موضوع الويتنج بالنسبه لليوزر بدل مثلا ما يبقى دقيقه بدا بيزيد، بقى دقيقتين، ثلاثة، بقى 10 دقايق، بقى الموضوع بدا يزيد مع زياده اللوكيشنز الموجوده عندك، ومع الاوفرلودد اللي بيحصل عندك على النتورك اللي موجوده او على الداتا سنتر، وهكذا. هتبدا الموضوع يظهر فعلا المشاكل. عشان كده انا دايما بقول الوان اوبتمايزيشن مش للسمول بزنس، هو يعتبر للميديوم بزنس، للميد بزنس، والانتربرايز ليفل بزنس، تمام. لان طبعا صراحه يعتبر سوليوشن مكلف نوعا ما، وصراحه افكتيف جدا جدا جدا، وهتستفيد منه جدا، خصوصا لو انت عندك برانشز كتير قوي وعايز تبدا تعمل اوبتمايزيشن للترافيك بصفه عامه. الحاجه الثالثه اللي اليوزر ما بيقدرش يشتغل، ما بيقدرش يعمل شغله، فبيبدا يعمل ايه؟ ورك اراوند. يعني يبدا بقى يقول لك والله ده في عندنا مشاكل مع الداتا سنتر، يقول لك مثلا، يبدا بقى يعول على ايه، يقول على الداتا سنتر، والله الكونكشن مع السعوديه واقف، ومستنيين الشباب هناك يبداوا يشتغلوا ويحلوا المشكله، وهكذا. طبعا كل ده تعتبر كوست في الاخر، هي بتبقى كوست، لان في عندك ديلي بيحصل، وبيبدا البيزنس بتاعك يتاثر،
وهكذا. تمام، تبدأ بقى المشاكل تظهر، يبدأ بقى تحصل المشاكل بتاعة الشركات الانتربرايز المعروفة، ان كل شركة او كل بيزنس يونت تبدأ تبص اللي هي تستقل شوية عن الهيد كوارتر الموجود، عشان طبعا الاوبريشن بتاعها يمشي، وعشان الامور بالنسبة لها تمشي. يعني الموضوع مش هيضحوا بالعطلة ولا هيضحوا بالكلام ده كله. تمام، طيب بالنسبة للشكاوي بقى بتاعت اليوزر، اليوزر كانت get the job done. المشكلة ان اليوزر مش قادر يخلص الشغل بتاعه، بقول لك مثلا الابليكيشن تو سلو. تمام، شوية حاجة هو بيتحجج بيها. تمام، السمول تاسكس اللي بيعملها على الابليكيشن بتبدأ يبقى الوقت بتاعها طويل جدا. يعني انا افتكر كنا بنعمل deployment في سايت اللي موضوع الوان اوبتمايزيشن، كنت صراحة انا ما كنتش مسؤول عن البروجكت، ولكن كان اخ زميلي كنت شغال معاه في الموضوع دوت. الليتنسي وصلت اللي هو فعلا اليوزر كان شغال مثلا على 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 ويب ابليكيشن وكان موجود على الداتا سنتر، الراجل في خلال مثلا ثانية او ثانيتين كان بيطلب الريكوست او كان بيشتغل على الويب، الامور تمام ما فيهاش اي مشكله. لا دلوقتي ممكن يعمل الريكوست، يسبميت الريكوست على السيستم، الريسبونس بتاع السيستم يجي له بعدها بست سبع دقائق. على فكره دي مصيبه. تخيل انت مش يعني هو مش يوزر واحد، تخيل مثلا عندك 1000 او 2000 يوزر كلهم في نفس الوقت، الريسبونس بيتاخر بالشكل ده، طبعا الموضوع يزهق جدا وموضوع هيعمل لك مشاكل كتير وهكذا. تمام، ايه الحل بقى للمواضيع دي كلها؟ الموضوع اللي انت تعمل ديبلوي لوان اوبتمايزيشن سوليوشن عندك في الشركه بتاعتك. تمام، طيب الوان اوبتمايزيشن دوت ايه الفندرز اللي موجودين؟ طبعا عندي في فندرز كتير، في عند ريفر بيد، عند سيلفر بيك، عندي ناس كتيره موجوده في الماركت، ولكن صراحه من البرودكت الجميله جدا والفندر المحترم قوي قوي اللي هو الريفر بيد ستيل هيد، يعتبر من الابلاينس الكويسه خالص في موضوع الوان اوبتمايزيشن. وصراحه يعني الاوبتمايزيشن كان اكتر من رائع، ساعات كان بيوصل يعني ساعات كان بيوفر عليك 80% و 85% من الترافيك، ودي ارقام على فكره عاليه جدا في موضوع الاوبتمايزيشن بتاعك. طيب نحل ازاي المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها؟ هتحلها طبعا انت تعمل ديبلوي لوان اوبتمايزيشن زي ما قلنا، ان الستيل هيد بتاعنا اللي هو من شركه ريفر بيد ده يقدر يحل لك فعلا كل المشاكل دي. تمام، يعني زي ما بيقولوا كده هو بيأثر المسافات بتاعتك. تمام، في نفس الوقت بيعمل لك increase اليوزر انت اي تي productivity، طبعا انت هتحصل انتعاشة عندك في النتورك لما تلاقي ان الترافيك بدل ما هو مثلا 100 يعني الترافيك بتاعك بدل ما هو كان بيشتغل مثلا 1x او 2x لقيته بيشتغل 10x faster، فالموضوع طبعا هيعمل حالة من الساتسفاي عند الإبري، ويبدأ الناس فعلا يعني يتفتح نفسها. طبعا هما كده كده اصلا يعني محدش بتفتح نفسه للشغل قوي، ولكن يعني ادينا بنحاول نسهل الموضوع شوية على الناس. الاكسلريتس الابليكيشنز، فعلا هتلاقي ان الابليكيشن الريسبونس بتاعها بقى زايد وبقى كويس جدا، وهتسيف الباندوتس بطريقة رهيبة، خصوصا موضوع الليز لاين او الام بي ال اس، الموضوع كوستلي جدا، مكلف جدا، زي مثلا موجود عندنا في مصر عشان تاخد ليز لاين 1 ام بي او 2 ام بي، الموضوع طبعا بيبقى مكلف خالص عشان تقدر توصل، والناس طبعا بتاخد الليز لاين عشان الموضوع يكون فاستر بالنسبة لهم، الموضوع يكون سكيور، في يعني اسباب كتيرة، ولكن انت في المجمل بدل ما كنت بتاخد 2-3 ميجا مثلا، لا هنخليها لك 1 ميجا، هنخليها لك 512 وبنفس البرفورمانس وهكذا بالنسبة للابليكيشن. تمام، طبعا الموضوع سهل جدا، موضوع الديبلويمنت بتاع الريفر بيت سوليوشن عندك في كذا موديل من الديبلويمنت تقدر تشتغل عليهم زي ما هنشوف ان شاء الله كده مع بعض، وطبعا تقدر تابلاي على موضوع الكواليتي اوف سيرفيس بالنسبه لللاينز، في فيتشر محترمه وجميله جدا في الابلاينس بتاعي. على فكره انا مش شغال يعني الناس تفكر ان انا ببيع البرودكت انا طبعا ما ببيعش البرودكت ولا حاجه، انا اعتبر اشتغلت على البرودكت، فحابب ان انا اوصل للناس الفكره من التكنولوجي بصفه عامه الوان اوبتمايزيشن، وابدا اعمل فوكسنج على فيندور معين اللي انا اشتغلت عليه، عشان لو حد مثلا عنده اسئله بعد كده عايز يستفسر عن حاجه ان شاء الله كنت تحت امر اي حد. طيب
يبقى قلنا الوان اوبتمايزيشن بيعمل ايه؟ بيعمل عندي اوبتمايز للترافيك، تمام، خصوصا في السلو نتورك، الوان او الفي بي ان او الساتلايت او ايا كان الكونكشن اللي موجود عندك، تمام. بيعمل انكريز للابلكيشن بيرفورمانس، صراحه دوت هتلاحظه اول ما تديبلوي على طول الوان اوبتمايزيشن. لو انت فعلا كان عندك مشكله ليتنسي وعندك مشكله في النتورك في الترافيك والكلام ده، ودايما اليوزر بيشتكوا ان البرفورمانس بتاع الابلكيشن بتاعهم بطيء، خصوصا اللي هو هوستد في الداتا سنتر او حتى اوفر كلاود، يعني الموضوع بطيء جدا بالنسبه لهم. لما تيجي تبتدي في الموضوع اللي انت تعمل ديبلوي بقى وان اوبتمايزيشن او كده، طبعا بتاخد بي او سي بروف اوف كونسبت، بتبدا تجيب الابلاينس وبتجربه عندك، بتشوف هل فعلا حسيت بفرق ولا لا، وهكذا. يعني ان شاء الله الموضوع ده نتكلم فيها بعد كده، تمام. مشكلة عندك فعلا اكبر مشكلة في اي انتربرايز نتورك الليتنسي والليميتد باندوتس، تمام. والله مهما كنت مظبط الكونفيجريشن بتاعك ومظبط الدنيا وزي ما بيقولوا مسيطر على النتورك بتاعتك كويس جدا، عندك فيزابيليتي، عندك كل حاجة، بس برضو هتظهر عندك المشكلة بتاعت الليتنسي والليميتد باندوتس. وفعلا في وقت من الاوقات عشان تبدأ تكنترول الموضوع دوت او تبدأ تترابل شوت، تعرف ايه المشكلة بالظبط في النتورك. صراحة الموضوع بيبقى صعب، خصوصا لو انت فعلا على انتربرايز نتورك، الموضوع بيبقى صعب جدا ان انت تعمل ترابل شوتينج وتمسك بداية الخط منين، والموضوع يعني متعب ومكلف، خصوصا ان انت طبعا ما بتبقاش برضو فاضي، انت بيبقى عندك اوبريشن، بيبقى عندك بروجكت، بيبقى عندك حاجات كتيرة بتبدأ تعملها. فالوان اوبتمايزيشن بيخلص لك الموضوع ده. طيب مين الناس اللي موجود عندنا في الماركت بخصوص الوان اوبتمايزيشن؟ طبعا احنا عندنا ريفر بيد اللي هو البرودكت اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله، عندنا سيلفر بيك من اتش بي، صراحه هو يعتبر كويس، ولكن انا هنا بستعين بالجارتنر ريبورت، وفي بعض الناس عندها عدم ثقة بالجارتنر، ولكن انا بثق فيه من الناحية التكنيكال. الراجل بيجيب لك الريبورت وبيبدأ يشرح لك ليه انا حاطط دوت في الليدر، ويبدأ يقول لك والله from technically wise from financial wise from user experience، بيبدأ يشرح لك حاجات كتير، شوية information. انت طبعا بتبدأ تقرأ الانفورميشن دي وبتشوف هل انت بتقتنع ولا لا. في عندك طبعا في سيسكو موجودين في الصورة، في البلوكوت وفي السيتريكس، في طبعا العملاق بتاعنا الـ F5، ولكن F5 بدأ يخرج خارج المنافسة شوية، وده الريبورت يعتبر من 2015، وزي ما احنا شايفين هو ده يعتبر الفيندرز الموجودين عندنا. الريفر بيد ستيل هيد ابلاينس هو ده الابلاينس اللي خاص بموضوع الوان اوبتمايزيشن، هو فعلا يعتبر وان برودكت فيه سوليوشنز كتير جدا جواه، وفي فيتشرز كتيره جدا. من ضمن الفيتشر دي اللي هي الباكج بتاعه الابلكيشن اكسلريشن، وفي سايت كونسوليديشن، وعندك الباندوتس اوبتمايزيشن، تمام. الابلكيشن اكسلريشن ده اللي هو بيعمل الباك اب، بيعمل لك بيكنترول موضوع الريبليكيشن، موضوع الويندوز فايل شيرينج، ال NFS والايميل والاف تي بي والويب والاي ار بي سي ار ام وهكذا. وطبعا انت ممكن تعمل كاستم ابلكيشن، يعني انت ممكن تعمل كاستمايز لابلكيشن معين وتقول له والله الابلكيشن ده بيشتغل على البورت ديت سواء تي سي بي او يو دي بي، وتبدا تعمل له فعلا انت اوبتمايزيشن لوحدك. ولكن هو الميزه الجميله في ريفر بيد اللي هو ابلكيشن اوير، ودي من اهم المميزات اللي بتميزه عن اي سوليوشن وان اوبتمايزيشن تاني، ان هو يعتبر ابلكيشن اويل، يعني بيفهم الابلكيشن ده وبناء عليه بيبدا يعمل تيون للباندوتس بتاعه والترافيك، وبيبدا يهندل الترافيك بصوره كويسه جدا، وصراحه بيتفوق على بعض الفيندرز التانيه في النقطه ديت. موضوع السايت كونسوليديشن اللي هو بيجمع لك الدنيا كلها، مثلا زي الفايل سيرفرز، ايميل سيرفر، الفلتر، ريموت ستوريج، التاب باك اب، الاوف سايت ميد مانجمنت، والاونلاين باك اب، وهكذا، تمام. طبعا الفيتشر المهم قوي قوي الباندوتس اوبتمايزيشن، تمام، اللي هو بيعمل لك كوست ريدكشن بصفه عامه. يعني انت مثلا لو انت حاطط في النكست يير بادجت عندك اللي انت هتعمل ابجريد الام بي اس لاين او الليست لاين بتاعك، يبقى 2 او 3 مثلا او تزوده ل 10، لا بص للكوست بتاعت الموضوع دوت. لو الكوست بتاعتك فعلا انت مثلا نفترض انت
واخد الليز لاين ب 2000، عايز ترفع الليز لاين مثلا ل 5 MB. انا ما اعرفش طب الاسعار في مصر دلوقتي حاليا فين، حاليا اسعارها كام، بس لو انت عايز توصل مثلا 10 ميجا او حاجه زي كده، هتبدا مثلا تلاقي نفسك بتدفع 10,000 مثلا جنيه زياده في الشهر. ابدا جمع في السنه انت بتوصل لكام، تمام؟ يعني 120,000 جنيه، 120,000 جنيه يجيبوا لك ابلاينس يعتبر صغير، ويبقى انت كده بصيت على البادجت بصورة تانية. انت وفرت كده كده هتدفع المبلغ، ولكن انت هتدفع المبلغ هتعمل انفست لمدة مثلا 2 أو 3 أو 4 بنفس الكوست اللي في السنة اللي انت كنت هتدفعها. طبعا دوت بيظهر اللي انت تعمل ريديوس للوان الباندوتس والافويد وان ابجريدز، واخد بالك، وبتبدأ تعمل اكسباند النارو لينكس وهكذا. طيب البيج اللي جاي بيتكلم على موضوع الكاستمر قالوا ايه، وده على فكره مهم جدا 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 قبل ما تشتري اي حاجه بصفه عامه، حتى لو انت هتشتري موبايل، حتى لو انت هتشتري اي حاجه، ابدا شوف الكاستمر ريفيو، وابدا شوف الكاستمر فيدباك عن الحاجه اللي انت هتشتريها ديت، تمام؟ لان فعلا الكاستمر هو يعني الحكم الاساسي في موضوع الشراء، خصوصا للحاجات بتاعت النتورك او الابلاينسز او الكلام ده كله، تمام؟ في هنا بعض الشركات فعلا دي تجارب واقعيه بدات تقول والله انا لما عملت ديبلويمنت للوان اوبتمايزيشن او للريفر بيد سوليوشن فعلا حسيت بفرق 70 مره ضعف السرعه بتاعت الاوتوكاد بتاعه، واخد بالك؟ وعلى فكره هو فعلا كده، يعني انا لما هتشوف الفيديوهات موضوع الاس اس ال مثلا اوبتمايزيشن وكده، هتلاقي ان الاوبتمايزيشن بيوصل معاك 98، يعني 98% اوبتمايزيشن. يعني لو المفروض حجم الترافيك اللي يطلع مثلا 10 جيجا، الترافيك اللي هيطلع فعليا هيطلع 2 جيجا، واخد بالك؟ هو طبعا مش سحر، يعني مش بلاك ماجيك ولا حاجه، لا هو بيشتغل بالجوريزم كويس جدا، يعتبر الجوريزم مبتكر اللي هو ال SDR او Scalable Data Referencing. ده ان شاء الله ممكن نتكلم عليه بعد كده، ولكن انا مش هتكلم تكنيكالي قوي في المحاضره ديت، انا هتكلم بس عموما ايه اللي ممكن يعمله لك الايه الوان اوبتمايزيشن، ونبدا نشوف شويه ديبلويمنت، تعمل ديبلويمنت ازاي وهكذا. عندك في طبعا في بعض الفندور او في بعض الكاستمر اسف حسوا بفرق شاسع لما استخدموا الوان اوبتمايزيشن سوليوشن مع الاكستشينج سيرفر، ودي من اكبر المشكلات الموجوده في اي انتربرايز او اي شركه عامله الاكستشينج بتاعها هوستد اون بريم. يعني الموضوع صراحه هيدك عالي جدا، و بتدور على اي طريقه بحيث تبدا تورجنايز الترافيك وتبدا تشوف الترافيك دوت هل تقدر تقلله او هل تقدر تعمل انهانسمنت للترافيك او بيرفورمانس والكلام ده كله، تمام؟ هنا في شركه تانية بتقول لك ان الباندويث يوتيلايزيشن كات باي 80%، وفعلا هي بالتجربه لما هنجرب مع بعض في اللابات ان شاء الله هتحس فعلا ان الموضوع بيوصل للدرجه ديت من الاوبتمايزيشن، تمام. بعد كده بيتكلم على بروبلمز اساسيه موجوده عندك في الديستريبيوتد كومبيوتنج بروبلم، تمام؟ لو انت مثلا عندك برانشز كتير بيبدا يكلمك على اللي هي ثلاث نفس الكلام اللي قلناه قبل كده ولكن بصوره تانية. بيبدا يكلمك على النتوركينج بروبلم، في عندك ستورج بروبلم، في عندك ابلكيشن بروبلم. دي اهم ثلاث حاجات فعلا بتؤرق الناس بتوعة النتوركينج الموجوده عندنا، تمام؟ عنده يعني اكبر ثلاث مشاكل في حياته هي المشاكل بتاعت النتوركينج، الستورج والابليكيشن، تمام؟ النتوركينج دايما النيو لوكيشنز بتبقى محتاجه مور باندوث، تمام؟ عندك في اكبر مشكله الليتنسي، وتحس ان الليتنسي دي زي ما قلنا عامله حاجه زي العفريت عندك في النتورك. ايه اللي مسبب الليتنسي ما تفهمش، يعني في بعض الكيسز فعلا لما كنا بنعمل ديبلويمنت كان ممكن الليتنسي بسبب كومباتيبلتي ايشو، يعني مثلا حطينا اتش بي مع سيسكو ففي ليتنسي مثلا مع الموديل دوت، واخد بالك؟ طب ايه السبب؟ لا الموضوع تكنيكالي كومبلكس قوي، وتبدا تخش بقى مع سيسكو، تبدا تخش مع اتش بي، وتبدا انت وانت تضيع في النص ككاستمر، تمام؟ ومشكله الليتنسي دي من المشاكل المنتشره جدا على مستوى الانتربرايز ليفل. الحاجه الثانيه موضوع الاستورج بروبلم، ودي فعلا من المشاكل اللي انت هتلاحظها
موضوع الاستورج، لان طبعا انت بتحتاج تاخد باك اب من البرانشز ديت، فطبعا كل البرانش دي لما بتعمل لها باك اب اكيد عندك سنترلايزد باك اب سوليوشن، حاجه مثلا محترمه زي ال 3 باور مثلا. ال 3 باور ده يعتبر هو اللامبورجيني بتاع الاستورج مثلا، وده صراحه من افضل السوليوشنز اللي عملتها اتش بي بالنسبه للاستورج. و يعني عشان تو بي اونست يعني ملوش منافس في السوق، المنافسين بتوعه صراحه مش بنفس قوه 3 باور وهكذا. تمام، فعلا هيبقى عندك ايسلاندز اوف ستورج، انت عندك يعني كميه ستورج كتير من كل البرانشز، وكل دوت انت عايز تاخد منه باك اب ايا كان نوع الباك اب اللي بتاخده، ديفرنشال او انكريمنتال، ايا كان الطريقه اللي بتاخده بيها، انت بتاخده ديلي ولا ويكلي ولا مانثلي ولا ييرلي، ايا كان. طبعا دي هتبقى عندك مشكله جامده، اللي انت مشكله جامده في الباندوتس، يعني الباندوتس هتلاقيه فعلا بيتاكل عندك بسبب موضوع الباك اب وهكذا. تمام، المشكله بقى الاكبر، ودي بقى اللي هي ان المشكله بتاع النتورك ما يقدرش يتدخل فيها، الابلكيشن بروبلمز، البرفورمانس بتاع الابلكيشن سواء ويب او ايميل او اف تي بي او اي ار بي سيستم او الكلام ده كله، انت ما بتدخلش تكنيكالي جوه السوفت وير او جوه السوليوشنز دي بتبدا تشوف هل فعلا انت عندك مشكله جوه، مشكله ليتنسي، يعني مثلا في مشكله في الريسبونس ما بين او ليتنسي ما بين مثلا الداتابيس سيرفر والابلكيشن سيرفر. انت الموضوع دوت ما بتدخلش فيه الا مثلا يعني حاجه بسيطه، يعني بتدخل مثلا واير شارك بتشوف الترافيك من هنا لهنا، بتقول له والله في ليتنسي. طب الليتنسي منين؟ بتاع الابلكيشن هيرميها عليك، اقول لك والله البرنامج بتاعي زي الفل، ولما هيرجع للفندور الفندور هيقول له لا انا زي الفل وعامل ديبلويمنت في حته تانية والناس شغاله، فاكيد انت المشكله عندك، وهكذا هتبدا تخش في مشاكل تانية. السلو ريسبونس تايم بالنسبه لك، وطبعا ده بيؤدي ان بعض الناس بتبدا تتجاهل الابلكيشن او بتبدا ما تشتغلش على الابلكيشن، بتبدا بقى القصه بتاعه الاسكليشن، وانا حاسس ان المحاضره النهارده كلها ايشن 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 يعني. فتبدا بقى الناس تبدا تتضايق وتبدا تعمل اسكليت وتبدا ترفع بقى الموضوع لجهه سياديه عليا، وتلاقي الامور بالنسبه لك ايه، امور بالنسبه لك بدات ايه، بدات تحصل مشاكل من وراء الموضوع ده. دي اهم ثلاث حاجات، النتوركينج بروبلم والستورج بروبلم والابلكيشن بروبلم. طيب ايه الحاجه اللي مسؤوله تعمل الموضوع دوت في الريفر بيد اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الايه، الريفر بيد اوبتمايزيشن سيستم او الريوس. هو الريوس ده ما يعتبرش operating system، يعني مش اختصار لكلمة operating system، لا هو optimization system. هم على فكرة Riverbed يعني ايه معروفين قوي في الموضوع ده، ده اسمه optimization system، ما تقولش عليه operating system. تمام، طيب الثلاث مشاكل الاساسية اللي بتخلي عندك poor wide area application performance، تمام، غير طبعا اللي احنا قلناه اللي هي network والstorage والapplication، اللي انت في عندك مثلا نفترض في الانتربرايز ليفل ما عندكش enough bandwidth، تمام، والترانسبورنت بروتوكول يعتبر شيتنس، وفي نفس الوقت الابلكيشن بروتوكول inefficiencies، او يعني بمعنى اخر انت لو ما حلتش المشاكل دي او الثلاث مشاكل الاساسية ديت وركزت عليهم، تمام، مش هتحس ان في performance عندك، البرفورمانس بقى زايد عندك في النتورك بتاعتك، تمام، فانت هتقعد تشتغل في حته تانية خالص وانت بعيد عن الكور او بعيد عن الروت كوز بتاع المشكله الاساسيه. تمام، اللي انت ما عندكش باندوت زياده، يعني حل الموضوع اللي انت ما عندكش باندوت زياده ايه، ان انت هترفع الباندوت، تاخد بالك، طبعا ده يعتبر مور كوست، وهكذا هتبدا تخش فين في القصص ديت. حتى الترانسبورت بروتوكول ما يعتبرش برضو افكتيف بالصوره الصحيحه، عايز تعمل فيه انهانسمنت وهكذا. طبعا الريوس از انتجريتد ابروتش، يعني الريوس الاوبريتنج سيستم بتاع الستيل هيد دوت يقدر يعمل لك الداتا ستريم لايننج، ويبدا يعمل لك الترانسبورت والابلكيشن والمانجمنت وهكذا، يبدا يبقى في عندك ترانسبيرنت ديبلويمنت، ويبدا يبقى عندك سنترلايزد مانجمنت لكل الكلام دوت، وتبدا تشوف الابلكيشن بتعمل ايه وتروح فين
و end to end و traffic source و destination على بورت كام وبيحصل ايه وهكذا، يبقى عندك more visibility للابليكيشن اللي موجودة عندك. تمام. طيب هو طبعا ال deployment او ال race deployment دوت الموجود عندنا في ال steel head يبدأ ممكن يبقى transparent deployment. تمام. هو مش ممكن، هو صراحة بيبقى transparent deployment لان هو ما بيعملش اي تعطيل عندك في ال network بالنسبة لك، يعتبر اوتو ديسكفري واوتو انترسبشن. يعني انت مش لازم تدخل تقول له والله انا عندي ابلكيشن الفلاني، لا، انت لو عندك كومن ابلكيشنز او ويل نون ابلكيشن زي مثلا انتربريز، حاجه زي الاوراكل، حاجه زي الاس ام تي بي او الاف تي بي او الكلام ده كله، هو اوتوماتيكلي بيبدا يديسكفر الابلكيشن الموجوده عندك ديت. ما بتلمس خالص، ودي بقى موضوع الايجنت ليس او موضوع اللي انت ما بتلمس الكلاينت او الماشين بتاعت الكلاينت او السيرفر او الابليكيشن، انت مالكش دعوه بالقصه دي كلها. وده على فكره في حد ذاتها مكسب ليك، انت لا بتدخل مع كلاينت ولا بتدخل مع سيرفرز بتبدا تعمل فيه اي حاجه، ولا حتى بتدخل على ليفل ابليكيشن، مالكش دعوه بالكلام ده خالص. انت الابلاينس بتيجي بتحطه ما بين اللان وما بين الوان، وهو الراجل بيشتغل منه نفسه من دون اي تدخل وبدون اي حاجة. موضوع الداتا ستريملينج خصوصا في الباندوتس اللي هو القليل شوية بيتم ازاي؟ بيتم ان اليوزر بيبدأ يعمل ايه؟ بيبدأ يعمل ريكوست للسيرفر. تمام؟ فالريكوست بتاعه بيروح دايركت على مين؟ طبعا كده كده انت عامل ديبلويمنت للريفر بيد بتاعنا، حاطط طبعا الريفر بيد بيشتغل ما بيعملش وان اوبتمايزيشن لوحده، انت لازم الحته اللي انت هتعمل معاها كوميونيكيشن لازم يكون عندها برضو ريفر بيد الناحيه الثانيه عشان يبدا يفهموا بعض ويبدا يحصل اوبتمايزيشن كويس. الريكوست هنا بيروح دايركت على مين؟ بيروح دايركت على السيرفر من الكلاينت، اهوت بيروح على الداتا سنتر بتاعتك، بيروح على السيرفرز الموجوده في الداتا سنتر. تمام. الستيل هيد هنا بيبدا يحصل عمليه الاوتو انترسبت ريسبونس. تمام. ويبدا يعمل سيجمنتيشن للداتا. تمام. السيجمنتيشن للداتا دي بتبقى بناء على الجوريزم كنت بقول لك عليه قبل كده اسمه السكالابل داتا ريفرنسنج او الاس دي ار. تمام. هو عباره عن الجوريزم بيبدا يكسر الداتا ديت لسمول حاجه اسمها الشانكس. تمام. يعني بيبدا يكسر الداتا بتاعتي او يبدا يكسر الهيدر بتاعي السمول شانكس، بعد كده بيبدا يعمل ريفرنس موديل على كل شانكس دي، بيبدا يديها ايه؟ بيبدا يديها رقم معين، الرقم دوت بيبقى ريفرنس مثلا 1، ريفرنس 2، ريفرنس 5K او ايا كان الريفرنس دوت. تمام. ويبدا يعمل ريفرنس ليفلنج، يعني يبدا يعمل ليفل 1 ريفرنس، بعد كده ليفل 2، بعد كده ليفل 3 وهكذا. يعني نفترض مثلا لو انت عندك الداتا بالشكل دوت، عندك 1 2 3 4، دي كل دي مثلا بيكتس. تمام. بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يبص يجمع مثلا 1 دي مع 2 ويعملها لك ايه؟ ريفرنس 1. بيبدا يجمع 2 مع 3 ريفرنس 2، وبعد كده 3 مع 4 ريفرنس 4. ده يعتبر الليفل 1 ريفرنس. بعد كده ليفل 2 بيجمع لك اللي احنا قلنا عليه مع بعض، بعد كده ليفل 3 وهكذا لحد ما يوصل في الاخر لمجموعه ايه؟ يعني لمجموعه قليله جدا من الريفرنس ديت. تمام. عشان ارد عليك بالريسبونس او عشان السيرفر اللي هنا اللي في الداتا سنتر يبدا يرد على الكلاينت، بيرد عليه بايه؟ بالنيو بايتس بس اللي هي حصل لها كومبريزد. فهمني الفكره مشت ازاي؟ يعني هو بيبدا يرد عليك بالايه؟ بيبدا يرد عليك بالشانكس ديت، او بيبدا يبص يرد عليك بايه؟ بموضوع الاس دي ار. تمام. ده هو ده الداتا ستريملينج. يعني انت المفروض الباكت اللي رايحه انت بتقول له والله اديني جيجا، هو هيديك الجيجا دي ولكن هيديها لك ايه؟ هيديها لك في صوره ريفرنسنج، وهتتنقل لك بسرعه جدا 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 وتروح لحد الابلاينس اللي موجود فين؟ الابلاينس اللي موجود عندك انت هنا، والابلاينس ده بيتولى فكره اللي هو ايه؟ يبدا يجمعها تاني ويبدا يعمل ريكونستراكت للداتا اللي جات له عشان يعمل لها ديليفر لمين؟ ديليفر للكلاينت بتاعتي زي ما احنا شايفين هنا ايه؟ قدام. يعني انت بتبعت على السيرفر، السيرفر بيرد على ايه؟ بيرد على الستيل هيد، الستيل هيد ده بياخده بيعمل له ريفرنسنج، الريفرنسنج دوت بيوديها للابلاينس اللي هو موجود عندك، والابلاينس بعد كده بيعمل لها ديليفر لمين؟ بيعمل لها ديليفر للكلاينت.
من غير ما تتدخل على مستوى الكلاينت، من غير ما تتدخل على مستوى السيرفرز، من غير ما تتدخل خصوصا على مستوى الايه الابلكيشن. وطبعا بالطريقه دي انت هتقدر تعمل ريدكشن او هتقدر تريديوس الوان يوتيلايزيشن بتاعك لنسبه بتوصل فعلا من 60% لـ95%، ودي فعلا نسبه حقيقيه يعني احنا جربناها لكده فعلا في الريال لايف سيناريو. ففي كيس ستادي كتير جدا فعلا بنوصل لـ95% وبنكتر يعني وبنوصل اكتر من كده كمان على حسب طبعا الديبلويمنت عندك وحجم الترافيك وفاكتورز كتير بتخش في الموضوع ده. تمام، ده طبعا بالنسبه للداتا ستريم لايننج. تمام، بالنسبه خصوصا في ظل الباندوتس ليميتيشن او لو عندك باندوتس صغير وهكذا. طيب بعد كده موضوع الترانسبورت ستريم لايننج الاوفر التي سي بي ليميتيشن. طبعا احنا عارفين ان التي سي بي هيدر يعتبر فيه ليميتيشن شويه، الليميتيشن بتاعته بتبقى حوالي 16 كي. تمام، بيعمل ايه الوان اوبتمايز؟ بيعمل ايه الريفر بيد؟ بيخلي لك ان التي سي بي بي لود بيجر، يعني بدل ما انت هتسند 16 كي مثلا من السورس بتاعك، لا هو هيكبر لك شويه البي لود بتاع التي سي بي هيدر دوت، هيخليه لك يوصل ل 1 ميجا. بس ال 1 ميجا دي انت مش بتنقلها بقى عن طريق الوان دلوقتي، لا انت بتنقلها عن طريق ايه؟ بتكلم الريفر بيد. فعشان كده الموضوع سريع جدا، كانك بتكلم الريفر بيد اللي موجود عندك فين؟ موجود عندك في النتورك بتاعتك، يعني كانك جوه لوكال نتورك وبتبدا تطلب التي سي بي او اليو دي بي ايا كان ايا كان البروتوكول اللي انت شغال بيه. تمام، عشان كده الموضوع بالنسبه لك بيبقى سريع جدا. هو طبعا بقى بيتولى، هي تعتبر قريبه من فكره الكاشنج، بس هي طبعا مش كاشنج. ريفر بيد بيتعارض جدا كلمه كاشنج دي، لان هو ما بيعتبرش كاشنج سوليوشن، هو ما بيكاش حاجه عنده، بدليل ان انت الهارد ديسك بتاعك ما بيتملاش في فتره صغيره جدا. طبعا لو انت بتعتمد على تكنولوجي زي الكاشنج، لا الكاشنج دي محتاجه طبعا هارد ديسك كبير، في نفس الوقت محتاجه ان الهارد ديسك بتاعك يكون هاي سبيد تكنولوجي، مثلا تشتغل بالساس او تشتغل بالاس اس دي او هكذا يعني. تمام، فطبعا هو ما بيعتمدش على موضوع الكاشنج، هو بيعتمد على موضوع الاس دي ار، على الشانكينج، بيعمل حاجه اسمها ريفرنسنج، وعنده ريفرنس تيبل عارف كل الباكتس ديت بالريفرنس بتاعها، لما بتطلب حاجه بيبدا يودي لك الريفرنس ديت ويجمعها لك مع بعض ويوصلها لك الناحيه الثانيه، وهي اوريدي اصلا الوقت اللي انت ما بتطلبش فيه الداتا كده بتتجمع عندك في الابلاينس اللي موجوده عندك في اللوكال نتورك بتاعك، ولما تيجي تطلبها طبعا بتبقى جاهزه. عشان كده بتحس فعلا ان في فرق، بتحس فرق في السرعه. تمام، طيب فهنا الترانسبورت ستريم لايننج بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يعمل لك، بيكبر لك البي لود او بيكبر لك التي سي بي بي لود، بيبدا يكبره لك شويه، فبتبدا تحس ان فعلا ان الوقت اللي بيستغرقه التي سي بي كوميونيكيشن بيبدا يقل، وبيبدا فعلا يوصل ل 60% و98% من الريدكشن في الراوند تريبس بتاعته، سواء كان رايح للكلاينت او طالع من الكلاينت. تمام، الحاجه الثالثه اللي هي الابلكيشن ستريم لايننج. تمام، والابلكيشن ستريم لايننج دي بتتم عن طريق الابلكيشن بروتوكول. طبعا في ليميتيشن معروفه في الابلكيشن بروتوكول، لما انت مثلا بتطلب صفحه ويب او لما انت بتطلب مثلا ابلكيشن معين، طبعا بتحصل فيه حاجات كتير جدا. اول حاجه انت بتوبن، بعد كده نفترض مثلا ده عندك البرانش اوفيس وده عندك الداتا سنتر. البرانش اوفيس اي حد من هنا بيطلب بيعمل اوبن للابلكيشن، بعد كده بيحصل فيريفاي، ده عايز يعمل اوبن، فيرجع للكلاينت يقول له انا بعمل اوبن، يقوم راجع تاني يقول له اف اي دي، بعد كده يقوم راجع تاني يقول له ريد، يقوم راجع يقول له ريد 1 تمام، يرجع ياكد على الكلاينت ريد 1 تمام، الكلاينت يقوم طالب ريد 2، يرجع يطلب هكذا. طبعا الموضوع ده بيتم على ايه؟ بيتم في الوان. لو انت مثلا عندك هنا وان او ليست لاين، ايا كان التكنولوجي او ايا كان الكوميونيكيشن اللي انت شغال بيه، المشكله كلها ان كل ده بيتم عن طريق الايه، بيتم يعني الكوميونيكيشن ما بين البرانش وما بين الداتا سنتر بيتم عن طريق الوان، هي دي المشكله. تمام، طيب نحل المشكله دي ازاي؟ ريفر بيد حلتها، قالت لك والله كل القصص اللي بتحصل دي انا هعملها بالنيابه عندك في الداتا سنتر او في الابلاينس اللي موجود عندي هنا.
تمام؟ يعني كل الريكوست اللي بيحصل ده انت بالنسبه لك انت كبرانش اوفيس بتروح تطلب ايه؟ بتروح تطلب من الداتا سنتر. الداتا سنتر ما بيكلمكش انت، ما بيرجعلكش انت كبرانش، او ما بيرجعلكش انت ككلاينت ويبدا يكلمك يقول لك اه انا استقبلت الريكوست، حاجه زي 3 واي هاند تشيك كده بالنسبه للابلكيشنز بس بروتوكول تاني. ما بيرجعش يتكلم معاك انت، لا هو بيرجع يتكلم مع مين؟ بيرجع يتكلم مع الريفر بيد اللي هنا. طبعا الكلام هنا ايه؟ الكلام هنا لوكال، يعني دوت معمول له ديبلويمنت عندك فين؟ في الداتا سنتر. فالداتا سنتر بيتكلم مع الريفر بيد، كل ده بيخلص لوكال، فطبعا بيبقى سريع جدا، وبناء عليه الخلاصه بتاعت العمليه ديت بياخدها الريفر بيد اللي هنا بيوديها الناحيه الثانيه الريفر بيد اللي موجود فين؟ في البرانش اوفيس. فعشان كده انت فعلا بتحس ان البرفورمانس بدا يزيد. طبعا البرفورمانس بيبدا يزيد بطريقه لا تتخيلها، بتوصل فعلا 98% و99% احيانا في بعض الترافيك اللي احنا شفناها. طبعا ده استكمال لنفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، بتبدا يبعت لك النيو داتا، ده الرمز اللي هو بتاع النيو داتا، تمام؟ بيبدا يبعت لك بس النيو داتا اللي حصلت دي. فعلا حاجه كويسه، انت مش محتاج الداتا المتكرره، لان الداتا المتكرره فعلا هي اوريدي ايه، الريفر بيد بعتها لك هنا، بعتها لك على الابلاينس اللي موجود هنا. فانت لو بتطلب حاجه جديده ايه اللي بيحصل؟ لما انت بتروح تطلبها الريفر بيد بيبعت للريفر بيد اللي موجود في الداتا سنتر بيقول له ده الراجل ده طلب حاجه جديده. فلما بيبعت له بيبعت له الجديد بس، يعني بيبعت له الباكتس الجديده بس. عشان كده تحس ان الريسبونس بقى سريع جدا، لان انت ما بيجيلكش، ما بيحصلش دوبليكيشن. تاخد بالك زي الفكره كده بتاعت الريبليكيشن، في حاجه اسمها دي دوبليكيشن مثلا في الفيم، اللي انت تعمل ايه، الداتا المتكرره شيلها انا مش محتاجها. كل ده بيقلل من الايه، بيقلل من موضوع الليتنسي، وبيقلل من موضوع وبيزود طبعا موضوع البرفورمانس، بيزود السبيد وهكذا، تمام؟ طيب الريفر بيد بيبدا فعلا يعمل اكسلريتس لكل التي سي بي ابلكيشنز. هو طبعا بالنسبه له كل الويل نون بوردز زي لحد 1024 هو عارف الابلكيشنز ازاي بتشتغل عليه، سواء مثلا كان فايل شيرنج السي اي اف اس او الان اف اس او المابي اللي هو الخاص بالاكستشينج سيرفر، صراحه نتائجه كويسه جدا مع الاكستشينج. وعندك مثلا الاي ار بي والويب ترافيك اتش تي بي والاس اس ال ترافيك اتش تي تي بي اس، طبعا ال FTP والباك اب اند ريبليكيشن زي مثلا النت باك اب، الام اس باك اب، الاس كيو ال، الاوراكل، الويب كلاينت، ايا كان نوع الابلكيشن بتاعك، بتلاحظ ان الامور وصلت فعلا اللي هي توصل ل 25x، يعني اسرع بحوالي 25 مره من الوضع اللي كان موجود عليه قبل كده. الموضوع بتاع المانجمنت ستريم لايننج، تمام؟ طبعا المانجمنت بتاع الابلاينس او ازاي الابلاينس بيعمل مانجنج لنفسه، دي حاجه من الحاجات الكويسه جدا في الابلاينس اللي موجود عندنا بتاع ريفر بيد. الترانسبيرنسي والهاي افيلابيليتي طبعا دول حاجه اساسيه موجوده عندنا، زي ما هتشوف دلوقتي ان في عندك موضوع الترانسبيرنت ديبلويمنت، يعني انت مش هتحس ان في حاجه موجوده في النتورك بتاعتك، او مثلا مش هتوقف لك حاجة او الكلام دوت. يعني انت مش بتحتاج لايجنت على الكلاينت ولا على السيرفر، ولا حتى بتحتاج اي تظبيط الابليكيشنز على السيرفر او الكلام ده. مفيش تانل بتعملها، يعني مفيش مثلا ما بتعملوش سبيشال تانل، او بتقول لي لا انا هانيشيت مثلا الفي بي ان سايت سايد في بي ان هعملها من الريفر بريد، ملوش دعوه بالقصه دي خالص، تمام؟ بالنسبه حتى الان اوبتمايزد ترافيك ده بيحصل له اوتوماتيكلي باس ثرو، يعني بيعدي لك كل الترافيك اللي هو ما بيحصلش ليه اوبتمايزيشن، ما بيوقفش حاجه يعني الراجل، ولا حتى على فكره بيعمل ديلي. يعني انت ممكن تيجي لك افكار اه طب الترافيك ده ما هو بيجي له بيحجزه لحد ما نشوف هو عامل له هيعمل له اوبتمايزيشن ولا لا. لا طبعا هي دي بقى الفكره. ده عشان كده انا بقول لك هو مش بيشتغل بمبدا الكاش، تمام؟ بيشتغل بمبدا حاجه اسمها الاس دي ار او الريفرنسنج موديل. بيبدا يعمل ريفرنسنج 1 2 3، بيبدا يعمل ريفرنس من الريفرنس، تمام؟ عشان كده ما بيحتاجش كاش، وعشان كده ما بياخدش وقت. انما موضوع الكاشنج اللي انت تاخد الحاجه وتحجزها وكيشها عندك عشان تبدا توديها ناحيه ثانيه، ده بياخد وقت شويه، تمام؟ طيب النقطه اللي بعد كده موضوع النتورك انتجريشن. الابلاينس سهل جدا اللي هو يحصل له انتجريتد عندك في النتورك بتاعتك، تمام؟ الديبلويمنت بتاعته فعلا فيها فليكسيبيليتي عاليه قوي قوي قوي. انت تبدا بيعمل لك تي سي بي كونكشن فوروردنج. الابلاينس عباره عن 4 بورت، تمام؟ ايثرنت كارد ايا كان، انا حسب طبعا المودل اللي انت شغال عليه.
وهكذا. عندك موضوع السوفت وير بيزد ريداندنسي، السيريال كلاسترنج والبارلل كلاسترنج والهوت باك ابس والكلام دوت، الحاجات المهمة جدا. موضوع الهاردوير بيزد ريداندنسي اللي انت مثلا بيبقى عندك اكتر من باور سبلاي في الابلاينس، تمام، وعندك ممكن تعمل ريد اوبشن عشان تبدأ تحافظ على الداتا بتاعتك لو حصل فيها اي مشكلة، يبدأ يبقى عندك الهارد ديسك التانية تقوم وتبدأ تشتغل بنفس الفانكشن الموجودة بتاعت الهارد ديسك اللي حصل فيه مشكلة وهكذا. الديبلويمنت بتاعه صراحة سيمبل جدا، يعني مثلا في عندك نوع من انواع الديبلويمنت اسمه ان باث وذ اوبشن فيل اوفر. مثلا ممكن تعمل الاوبشن بالشكل دوت، ده اللي هو اللير تو سويتش طالع على الفاير وول او الفي بي ان ديفايس على الراوتر، الراوتر ده هو ده بقى اللي طالع على الوان ال ام بي ال اس او ليزد لاين او الاي بي في بي ان او الانترنت في بي ان بتاعك، تمام. زي ما انت شايف الديبلويمنت بتاعه سهل جدا، اللي انت تبدا تحطه فيه ما بين الوان وما بين اللان ايا كان طبعا الديفايس اللي كانت موجوده عندك. في ممكن تعمله ان باس وذ فور بوردز كارد، يعني ممكن تبدا تشتغل بالطريقه اللي انت شايفها ديت، اللي انت تعمل تو سويتشز تتوصل سويتش واللينك تاني على سويتش وتطلع منه لينك على الراوتر. وطبعا كل ده احنا بنتكلم على موضوع redundancy وبيتكلم على موضوع المور efficient ومور optimized وهكذا. انواع تانية من الديبلويمنت، في عندك الاسيمتريك روتينج، تمام. الاسيمتريك روتينج زي ما انت شايف في الستيل هيد 1 و 2، زي ما انت شايف في الدياجرام اللي موجود عندنا. في ديبلويمنت تاني اسمه اوت اوف باث اللي هو الكلاسترنج اوبشن، لو انت عايز تعمل كلاسترنج للابلاينس بتاعك عندك حوالي 5 أو 6، عايز تجيب لهم تعمل لهم كلاستر، ممكن تعملهم كلاستر فعلا، ده اللي هو الاوت اوف باث، تمام. ده طبعا شكل من اشكال الايه، شكل من اشكال الديبلويمنت اللي بيحصل عندنا فين، اللي بيحصل مثلا عندك في النتورك، عندك فروع برانشز موجوده، واحد في فرنسا، واحد في اليابان، واحد في بنجلور، في الهند وهكذا. زي ما انت شايف الستيل هيد يقدر فعلا يعمل لك اوبتمايزيشن لكل البرانشز ديت، وهتحس ان انت كانك قاعد في بيتكم، يعني كانك قاعد في النتورك بتاعتك او في اللوكال نتورك. يعني طبعا زي ما انت شايف ممكن فعلا الفروع تكتر قوي، يبقى عندك مثلا اكتر بالابلاينس، ممكن توصل ل 50 60 ابلاينس، ساعتها بتلجا بقى لسوليوشن تاني هم عاملينه برضو اللي هو السنترلايزد مانجمنت بتاعهم، ده عباره عن ابلاينس تاني او يعتبر سوفت وير، ده اللي هو بيعمل مانج لكل الكلاستر اللي موجود عندك، او بيعمل مانج لكل الستيل هيد اللي موجود عندك في النتورك او في الانتربرايز نتورك اللي موجوده عندك، تمام. طبعا حاجه مهمه قوي 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 وانت بتشتري اي ابلاينس تخلي بالك منها، موضوع السبورت. اعتقد هو بالظبط موضوع السبورت. السبورت بتاعهم محترم جدا جدا، 24/7 افيلابيليتي عاليه، في عندك ريسورسز كتير تبدا تبص فيها، في عندك ليفل من الاس ال اي او ليفل من الكونتراكت سبورت ممكن تعمله مع الريفر بيد دايركت او عن طريق سبلاير، ممكن تعمل البلاتينيوم والجولد والسيلفر سبورت ليفلز طبعا على حسب السيرفيس تايم وعلى حسب المشاكل اللي عندك، طبعا بتوقف على حاجات كتير. كل دي انواع من الكونتراكت اللي موجوده عندك. صراحه التيم بتاعهم محترم جدا، ما بيتاخرش، والناس اللي موجوده يعني اللي اتعاملت معاهم مثلا لما حصل مشاكل كبيره او كده كانوا على قدر عالي جدا من كانوا ناس بروفيشنال، كانوا بروفيشنال في التعامل، تكنيكال، كان عندهم انفورميشن عاليه جدا، وما حصلش اي مشاكل صراحه لما جيت اتعاملت معاهم يعني. طيب بعد كده نتكلم بقى على يعني خلاص قربنا خلاص المحاضره بتاعتنا، نتكلم على موضوع الابلاينسز والسايز بتاع الاوفيس بتاعك. طبعا في عندك مدى واسع جدا من الابلاينسز اللي موجوده، هم مقسمين لك الابلاينس دوت حاجه اسمها السمول اوفيس وحاجه اسمها الميد سايز اوفيس والداتا سنتر وهكذا. طبعا كل موديل على حسب الثروبوت بتاعك، طبعا اللايسنس بتاعتك بتبقى على حسب الثروبوت، على حسب الاوبتمايز تي سي بي كونكشن، انت هتعمل اوبتمايز لقد ايه في الثانية الواحدة، تمام. في عندك طبعا رينج واسع جدا من الابلاينس، في داتا شيت ان شاء الله ممكن هرفعها مع الفيديو دوت، تعمل لها داونلود وتبدأ تبص فيه الاوبتمايزد او تبدأ تبص فيه الابلاينسز وانواعها.
طبعا داتا شيت اعتقد اللي هو موجود. تمام، ده مثلا الداتا شيت بتاع الابلاينسز او البرودكت فاميلي بتاعتنا. هتشوف ان في عندنا الكلاسز بتاعتك اللي هو الفيل برانش اوفيس وفيل ميد سايز، هو مقسمه لك طبعا. اللايسنس بتاعتك مقسمينها اليو ال ام والاتش. الاتش ده يعتبر اعلى حاجه او اعلى باندوث موجود او اعلى ثروبوت موجود. ممكن الثروبوت يوصل من حوالي 30 ام بي بير سكند، وفي ده بالنسبه مثلا للبرانش اوفيس. في عندك الميد سايز، في عندك طبعا اللي هو اللارج اوفيس، ساعات بيوصل لدرجات كويسة خالص من 2 جيجا مثلا ثروبوت. 2 جيجا على فكرة ثروبوت ده كتير جدا، يعني مش هتحتاج الموضوع دوت الا فعلا لو عندك بقى في داتا سنتر ليفل، عندك داتا سنتر كبيرة جدا. طبعا هنا بيخش بقى في تفاصيل على الابلاينسز والوان كاباسيتي بتاعته، التي سي بي يو دي بي كونكشن، كونكرنت. كونكرنت يعني ات ذا سيم تايم، يعني كمية الترافيك اللي بيحصل في الثانية في نفس الوقت. والموضوع الهوت سوابل، موضوع الهارد ديسك والرامات، يبدأ يخش بقى في الديتيلز بتاعة الابلاينس وهكذا. طيب نرجع للباوربوينت بتاعتنا. اعتقد كده احنا خلصنا الانترودكشن عن الموضوع دوت. نبدأ بس نلم الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. سامري كده بسيطة، قال accelerates all key applications by up to 100x. فعلا ممكن يحصل سبيد عندك في النتورك يوصل 100x. هتريديوس الباندويث يوتيلايزيشن من 60% او 60% تو 95%. تمام. صراحه الاي تي كونسوليديشن هيبقى الديبلوين بتاعه سكسسفول جدا في الحاله ديت. مش هتخاف ان انت يحصل عندك مشاكل الليتنسي او مشاكل الديبلويمنت او المشاكل المعهوده اللي بتحصل في الانتربرايز نتورك. تمام. بسبب طبعا الموضوع دوت في عندنا hundreds of customers in production today. يعني الحمد لله في ناس كتير استخدمت الابلاينس او استخدمت التكنولوجي بصفه عامه، الوان اوبتمايزيشن، وفعلا كان مؤثر عندها جدا، ونجحوا اللي هم يعني يعملوا reduced لكل المشاكل اللي بتحصل عندنا في النتورك. تمام، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. بعتذر جدا جدا على الإطالة، وأتمنى ما يكونش الأسلوب ممل، أو أتمنى أن أنت ما تكونش زهقت من الفيديو دوت. الفيديو يعتبر انترودكشن. لو عايز ترجع بقى بعد كده الويب سايتس بتاع الريفر بيد، تبدأ تخش على تشوف. على فكرة مش يعني الوان اوبتمايزيشن ده احد السوليوشن اللي موجودة في الريفر بيد. ممكن تدخل على الويب سايتس وتبدأ تبص على كل الابلاينسز اللي موجودة، واكيد ان شاء الله هتستفاد من التكنولوجيز الموجوده عندهم او التكنولوجي بتاعه الويب اوبتمايزيشن عندك في الانتربرايز نتورك بتاعتك. جزاكم الله خير، وان شاء الله نشوفكم على الفيديو الجاي اللي هو اللي هيبقى الفيديو العملي باذن الله مباشره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.